ده تهكم يا فندم، ده تهكم مرفوض، تهكم على الحضاره المصريه القديمه مرفوض. ولا بطالب اصلا ان يبقى في ماده في القانون تمنع التهكم على الحضاره المصريه القديمه، ده حاجه بديهيه. ما ينفعش اي حد كل من هب ودب يطمس الهويه المصريه، ده مش هينفع. اكيد الفراعنه في الجنه ولا في النار؟ العلم عند الله طبعا، بس هنقول الفراعنه هم مش فراعنه، هم اسمهم المصريين القدماء مش الفراعنه. يا فندم انا هضيف لحضرتك حاجه، المصري القديم ده عايش بالماعط، عايش بالعداله، يعني عشان يدخل يتحاكم في العالم الاخر لازم يقول انا لم الوس مياه النيل، انا لم اسرق، انا لم ازني، لقد اعطيت الخبز للجعان والبير للعطشان والملابس للعريان، وكنت عكازا لمن لا عكاز له. يعني الملك عشان يتحاكم او الامير عشان يتحاكم او الفرد عشان يتحاكم لازم يبرئ نفسه من كل الخطايا وكل الحاجات اللي بتحصل غلط، فازاي ان انا اقول عليهم كفار اصلا؟ وبعدين ما فيش امه خلت من نذير. يعني احنا الوقت كمسلمين دلوقتي كلنا داخلين الجنه او كلنا داخلين النار؟ لا طبعا، في اللي هيدخل الجنه وفي اللي هيدخل النار. وبعدين احنا مش بنوزع صكوك بالظبط، ده العلم عند الله طبعا. نعرات طبعا لا طائل منها ولا فائده. بعدين فرعون ده كان واحد فقط، واحد اسمه فرعون اللي عاش في عهده سيدنا موسى، واحد بس اللي كان وحش. يعني اللي القران اتكلم عنه واتكلم عن كفره طبعا والمشاكل اللي هو كان بيعملها مع الشعب وذله للناس، لكن باقي المصريين القدماء احنا ما نعرفش هم كانوا، كان فين منهم الكويس وكان فين الوحش. محدش يقدر في العالم يقول انت داخل الجنه ولا انت داخل النار غير بقى الناس اللي هي اللي طالعه لنا اليومين دول. تمام، احنا مصريين واحنا عرب، وان شاء الله الاحتفاليه بتاعت نقل اخناتون تكون جميله. نقل توت عنخ امون. شكرا لحضرتك دكتور حسام عبد الفتاح الباحث في علم المصريات، شكرا لحضراتكم والى اللقاء. شكرا يا فندم، شكرا. المصري صلب ما ينحنيش، ابنك هيبني وراسه في السماء وبكره جاي ما تقلقيش، خلاص بدأنا الملحمة. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية.